ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو سريع ازاي نعمل كولكت البروجكت او السكريبت بتاعنا بكل محتوياته، بحيث انك انت مثلا هتبعته لحد يكمل شغل عليه، هتنقل من جهاز لجهاز تاني، او لو انت او شركتك مثلا شغالين على بروجكت اوت سورسد من شركه تانية، فبيبقى مطلوب منكم انك انتوا تسلموا البروجكت فايلز والسكريبت بتاعه الكومبوستنج. فدي حاجه مهمه جدا انك انت تبقى عارف ازاي تعمل كولكت او باك للسكريبت بتاعك باسرع طريقه ممكنه وباقل حجم ممكن ومن غير اي مشاكل، سواء كملفات ناقصه او كبلجنز او جيزموز موجوده على الجهاز بتاعك وانت استخدمتها في السكريبت بس هي مش موجودة على الأجهزة التانية اللي الحاجة دي هتتبعت لها. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا عندي سكريبت بسيط في ريد نودز من اماكن مختلفة، داونلودز في السي، وعندي حاجات داخلة من الاف، حاجات داخلة من الدي، اماكن مختلفة، ريد نودز مختلفة، صور وفيديوهات داخلة. وطبعا لو انت مدخل ري جي، ولو انت مدخل اوبجكت 3 دي مثلا، مدخل كاميرا اليمبيك مثلا او اف اكس او حاجة، بتبقى داخلة عن طريق الري جي. ولو انت عندك جيزمو او بلجن مستخدم ما كانش موجود في البرنامج باي ديفولت، فطبعا محتاج تبعته مع الحاجة بتاعتك. ماشي، هنبدأ بان احنا نعمل كولكت مانوال للسكريبت ده بحيث نفهم الموضوع كله بيمشي ازاي. بعد كده هعرفكم ازاي نستخدم البلجنز المختلفة ان هي بتخلص الموضوع كله اصلا في تكة زرار، بيلم كل حاجة وبيعمل لنا السكريبت ريلاتيف للفايلز بتاعتنا. بس الكلام ده لازم نفهمه الاول بيحصل ازاي. ماشي، فانا اهم حاجه لازم اعرفها دلوقتي السكريبت بتاعي مكانه فين. فلو دوست حرف الاس بيجيب لي الاسم بتاع السكريبت بتاعي اهو، احمد دوت نيوك، وموجود فين؟ موجود في الدي في فولدر اسمه تيست بروجكت، ده المكان اللي انا عملت سيف للبروجكت بتاعي فيه. ماشي، فانا هروح للمكان ده، انا اخدت كوبي دي فولدر اسمه ايه تيست بروجكت، وجواه السكريبت احمد، وده الاوتو سيف بتاع السكريبت طبعا، وده الفيديو اللي هو تقريبا موجود هنا، فانا اتاكد ان هو نفس الفيديو من الباس هنا او اللينك بتاعي هنا. فانا محتاج اجي هنا واعمل مثلا فولدر اللي انا هجمع فيه الحاجة بتاعتي، فهسميه فوتج مثلا، وهبدأ اجمع الفوتج بتاعتي من الاماكن المختلفة اللي هي منطورة فيها. فانا هبدأ بده مثلا وهدخله جوه، واللي هنلاحظ ان هو اول ما بيعمل ابديت او اول ما بيقدر يقرا الحاجه دي هيعمل ايرور، لان هي الحاجه دي اتحركت من مكانها، لان طبعا اللينك او الباس ده على طول بيبقى ثابت. هنعرف ازاي نعمله متغير بعد شويه، بس هو طول ما هو ثابت هنا مش هيقدر يقرا التغيير اللي حصل. فانت لازم تعمل ابديت وتخش وتختار الفوتج بتاعتك، ادي الدي تيست بروجكت جوه فولدر فوتج بقى، فهيتضاف فوتج. بعد كده هتلاقي الفيديو بتاعك، فانت عملت ابديت للباس بتاعك والفيديو رجع تاني في المكان الصح. ماشي، سريعا هعدي على كل الفيديوهات دي. ماشي، انا خلصت نقل كل الملفات وديت كل الملفات بتاعتي في الفولدر الجديد اللي انا جمعت فيه كل الحاجات عشان ابعتها. فكل الفايلات دلوقتي عملت عندي ميسنج، كل ريد نودز عملت ميسنج، فانا محتاج الينك كل الحاجات دي. فده المكان الجديد بتاعي اللي هو دي تيست بروجكت فوتج، وهبدا هربلسه. فهاجي قبل اسم الفيديو، يعني ده اسم الفيديو، هاجي قبله هحط المكان الجديد بتاعي، هرابلس دي فوتج دي تيست بروجكت فوتج، واسيبه يعمل ابديت. هيظهر الفيديو بتاعي سليم، خش على الفيديو اللي بعده، دول تمام، ده اهو ضفت له فوتج اشتغل تمام. صح، لو انت عندك كذا حاجه في نفس المكان القديم، يعني مثلا الحاجات دي كلها كانت في الداونلودز اهو، ده كان موجود في الداونلودز، فانا ممكن اخد في الباس لحد قبل اسم الفايل الحاجه اللي انا عايز اغيرها، واخش بس اعلم عليهم كلهم الاول اللي انا هغيرهم كلهم، وهخش في حاجه اسمها نود فايل نيم سيرش اند ريبليس. سيرش اند ريبليس ده بيدور على تكست معين عشان تربلسه بتكست معين، حاجه زي اللي في الوورد كده، حاجه بدائيه خالص، انك انت مثلا بتدور على التكست ده لحد داونلودز كده، وهتربلسه بايه؟ هربلسه بالمكان الجديد. فهو هيبدا يدور ويلبس المكان الجديد اللي هو دي تيست بروجكت فوتج. بس في حاجه ناخد بالنا منها قوي، ان السلاشز بتاعت الويندوز اكسبلورر هنا لو انت بتاخده من هنا زي ما انا بعمل مايله ناحيه الشمال عكس بتاعت نيوك، لو بصيت على بتاعت نيوك هتلاقيها يمين، فانت لو حطيت دلوقتي هتبقى مشكله. فانا محتاج ارابلس السلاشز دي اخليها نفس الاتجاه، نفس الاتجاه يمين تقريبا، ده عشان الويندوز مش عارف ايه المشكله، بس المهم ان هي السلاشز تبقى نفس الاتجاه، ومجرد ما هترابلس الحاجات دي هتقرا اوتوماتيك كلها، لانك انت غيرت الباس القديم اللي كان من الداونلودز للباس الجديد. ماشي، فانا دلوقتي اللي انا عملته ان انا عملت كولكت مانوال لكل الفايلات وغيرت مكانها، وبقت كل الريد نودز اللي موجوده عندي دلوقتي بتقرا من المكان الجديد. ماشي، بس في مشكله صغيره، او مش مشكله صغيره، مشكله كبيره، ان انا لو اخدت
الفولدر ده كله دلوقتي التست بروجكت بتاعي، السكريبت والفوتج، وضغطتهم وبعتهم للنت لحد صاحبنا، ولحد صاحبنا نزلهم في السي عنده او في مكان تاني. هيبقى يعني مثلا فلنفرض ان صاحبنا نزلهم وراح حطهم في اي درايفر عنده، او انت نقلت لجهاز تاني زي ما انا بعمل دلوقتي، وهقفل البروجكت خالص. طبعا كما هو متوقع السكريبت هيفتح كل حاجه تبقى ميسنج، لان هو بيدور في المكان القديم اللي هو دي فوتج اللي هو ما فيهوش حاجه اصلا. فانت ممكن باستخدام الحركه اللي عرفناها النهارده تعمل سيرش اند ريبليس على الحاجات دي كلها، وتغير الباس بتاعك القديم بالجديد وتفتح الحاجه. بس طبعا مش ده الحل، في حل بسيط جدا وعبقري هم عملوه، ان انا اعمل حاجه اسمها relative script او relative file path. ان انا ايه، ما معناه ان انا الينك الفولدرز بتاعتي والفايلز بتاعتي في المكان اللي السكريبت موجود فيه. فمهما كان المكان اللي السكريبت فيه موجود، الفولدرز والفايلز هتبقى موجوده في نفس المكان ده. ازاي الكلام ده؟ من البروجكت دايركتوري. هنا انا بقول له ايه، بدوس على البوتن ده فهتلاقيه بيكتب بايثون لاين كده، وانت لو وقفت هنا بيشرح لك، بيقول لك ان هو خلى البروجكت دايركتوري نفس المكان اللي السكريبت موجود فيه، اللي هو اف تيست بروجكت احمد، ماشي، اللي هو المكان ده مثلا، ماشي. فده معناه ايه؟ معناه ان انا لو جيت هنا رجعت للفايلز بتاعتي هنا، وجيت هنا ومسحت، انا بقى خلاص مفيش عندي دي درايف، مفيش عندي اي كلام ده. انا دلوقتي بدور على اول حاجة موجودة هنا، يعني هو موجود جوه فولدر فوتج الحاجات دي، وفولدر فوتج ده موجود في البروجكت دايركتوري اللي هي الحتة دي. فانا بس محتاج ابدأ من هنا من عند فوتج وامسح كل حاجة قبلها، ماشي. ومجرد ما هتمسح خلاص هو بيبدأ يدور على الفايل ده جوه البروجكت دايركتوري اللي هي في نفس المكان اللي السكريبت مسايب فيه، فكل حاجة هتيجي. فانت كل اللي عليك انك انت بس تبدأ تمسح الحاجة القديمة دي كلها. ولو انت عايز تعملها بخطوة واحدة زي ما عملنا قبل كده، ممكن تعمل ايه، تيجي هنا كده تاخد كل الكلام ده. انا عايز امسح اللي قبل فوتج ده كله، فانت هتيجي هنا كده كده وتدور على كل الحاجات دي، وتقول له زي ما عرفنا نود فايل نيم سيرش اند ريبليس، انت بتدور على الكلام ده، وهحط مكانه ولا حاجه لان انا بمسح. فكل حاجه هتبدا تظهر ما عدا ده، لان انا كتبته غلط، لان انا مسحت فوتج هنا. بس هرجع فوتج دي وكل حاجه هتبقى في السليم. ودي احسن طريقة تعملها وانت بتبدأ سكريبت جديد. يعني انا وانا ببدأ سكريبت جديد، احسن حاجة ان انا اعمل ايه، انا بختار الفولدر الجديد اللي انا هعمل فيه البروجكت بتاعي، وبعد كده بعمل السكريبت بتاعي اسيفه، واختار البروجكت دايركتوري احط فيها نفس الفايلز بتاعتي والفولدرز بتاعتي، بحيث انك انت بقى لو اخدت الفولدر ده كله كات وبعته لحد، بعت الفولدر ده لحد، فايا كان المكان اللي هو بيفتح فيه، اول ما بيفتح السكريبت والبروجكت دايركتوري موجودة عنده نفس المكان، الفايلز دي كلها ملهاش مكان ثابت، ملهاش درايفر ثابت، هي هترجع وتلينك لنفس المكان اللي السكريبت موجود فيه. اتمنى تكون واضحة. ماشي. دلوقتي عندنا السكريبت ده عايزين نعمل له كولكت، بس باستخدام البلاجن اللي هو زي رابت اب او اي بلاجن غيره. في على موقع نيوكيبيديا تولز كتير قوي، كولكت فايلز، مش عارف نيوكسين كولكتر، نيوك كولكت، سكريبت كولكتر، في تولز كتير قوي كل الناس عامله التول دي. لو انت دخلت في السيرش بتاع موقع نيوكوميديا وكتبت كولكت وجبت الداونلودز، هتلاقي كل التولز اللي انا فاتحها دي. بس اللي انا بستخدمه وشايفه حلو قوي اللي هو رابت اب ده. فيلا بينا. اول حاجه محتاج اعملها ان انا اتخلص من اي ريد نودز او اي حاجات مش مستخدمه في السكريبت، لان ممكن تكون مساحتها كبيره. وطبعا كل ده بياخد مساحه كبيره قوي. حاجه زي كده مثلا مش مستخدمه في السكريبت، مقفوله اصلا، كنت بجربها، فهمسح الحاجات دي، حاجات كده مثلا. فتبدا تنظف السكريبت بتاعك ده اول خطوه، بحيث ما يبقاش عندك اي حاجه زياده، لان كلها مساحات محسوب عليك، ماشي. ف بمسح الحاجات اللي مش مستخدمه. فلنفرض ان احنا كده تمام. بتخش المنيو اللي فوق دي، هنعرف ازاي. انت ممكن تبقى اسمها مختلف، انت اللي بتدخل الاسم ده. فاحنا بنعمل انستول للبلجن ده، هوريكوا ازاي تعملها. انا مسميه كولكت سكريبت، وادي التول بتاعتي اسمها رابت اب. مجرد ما بتختاره بيبدا يحمل تحت، وبيقول لك التوتال سايز بتاع كل الملفات اللي هيتعمل لها كولكت مساحتها كام. مساحتها عندي دلوقتي تقريبا 9 جيجا. دي كل الملفات اللي هيتعمل لها كولكت، طبعا الريد نودز بتاعتي كلها والجيزموز بتاعتي اللي مستخدمه،
وهو بيعمل لي 3 فايلات نيوك، بيعمل فايل عادي، بعد كده بيعمل فايل ريلينكد اللي هو في المكان الجديد، بس الملفات معمول لها ريلينك للفوتج اللي متجمع فيه كل الحاجات دي، وبيعمل ريليتيف ريلينكد اللي هو اللي احنا عرفناه من شوية، اللي هو الريليتيف سكريبت اللي هو تقدر تنقله في اي حتة في اي جهاز في الدنيا، وهيفتح طالما الملفات موجودة جوه، موجودة جنب السكريبت. ماشي، فانت لو عايز تستثني حاجة، يعني انت في حاجة مش عايزها ممكن تعمل لها اجنور، فانت تدوس هنا تقول له انا مش عايز دي، لو عاوز ترجع في رأيك اهو ارجع تاني. فدي الحاجات اللي هيعمل لها كولكت، هتختار الفولدر اللي انت هتعمل فيه كولكت. خليني مثلا اعمل في الـ E مثلا، وهسميه collected shot 3 مثلا، اسم الشوت بتاعي بس، وهعمل open، ده الفولدر بتاعي اللي هيتعمل فيه كولكت، وبقول له start واسيبه يحمل. هو بيقول لي start copying معرفش 9 جيجا، ماشي قشطة، destination كذا، يلا yes بس، وبيبدأ يحمل، وهرجع لكم اول ما يخلص. ماشي، هو خلص وطلع لي رسالة ان مفيش اي ايرورز، وفتح لنا الفولدر اللي احنا عملنا كولكت فيه. طبعا هتلاقي فولدر الميديا اتجمع جواه كل الفوتج بتاعتنا، كل الريد نودز، والجيزموز اللي هو لقاها اللي قدر يعمل لها كولكت حطها هنا، زي الديسبلاي المادنس والحاجات اللي انا مستخدمها هنا. بس طبعا في حاجات او في بلجنز وتولز ما بيقدرش يعمل لها كولكت، حاجات زي الريديوس نويز مثلا، لان ده عبارة عن بلجن او تول معمولة لازم يتعمل لها انستول، لازم تتسطب بكل المحتويات بتاعتها، لازم تشتريها من الشركة، فاهمني؟ حاجات كبيرة. لكن الجزمز الصغيرة اللي هي أصلا متبرمجة ومعمولة بتولز موجودة بالفعل جوه البرنامج، دي بيتعمل لها كولكت عادي، ويقدر الشخص اللي ياخد منك يفتح الفولدر ده ويسطب الحاجة اللي جواه. ماشي، دي التلات سكريبتات اللي هو عملها. سكريبت عادي اللي هو زي ما هو ده، انا ما بفتحوش خالص ولا بقرب له اصلا، ده الريلينكد يعني الفوتج اللي جوه كلها معمول لها ريلينك للمكان الجديد ده اللي هو الاي كولكت شوت، الفولدر اللي احنا عملنا فيه كولكت، وده اهم واحد فيهم اللي هو الريلاتيف ريلينكد اللي احنا عرفناه في اول الدرس. يعني لو جربنا نفتحه كولكتد شوت، وهنفتح الريلينكد ريلاتيف بتاعنا، طبعا السكريبت فتح مظبوط مفيش اي مشاكل. ولو بصينا على الباس بتاع اي حاجة من الريد نودز، هنلاقي ان فعلا الريد نودز كلها بقت ريلاتيف فايل باس لينك، ايا كان السكريبت مكانه، مجرد ما هنفتحه كل الفوتج وكل الحاجة هتريلينك اوتوماتيك حسب المكان اللي السكريبت فيه طالما هي موجودة جنب السكريبت. الانستليشن بتاع البلاجن ده او غيره مش صعب خالص، الخطوات كلها موجودة على الويب سايت هنا في نيوكيبيديا. ممكن نعملها بسرعة. الموضوع كله بيحصل في 3 أماكن. ده الفولدر اللي أنا عملت له داونلود من الويب سايت، بناخد منه البلاجن اللي هو rabbitapp.by، وباخده وبروح في السي بروجرام فايلز نيوك جوه البلاجنز وأحطه، طبعا هو موجود بالفعل عندي فخلاص ماشي. وبعد كده بروح برجع ورا للدايركتوري بتاعت نيوك، وبدور على ملف اسمه init.by. الملف ده مهم جدا، لان انت وانت بتسطب اي حاجة بتحط شوية lines فيه كده، فانت مثلا هنا هتلاقيني في الاخر متضاف new.plugin.add بس اللي هو الراجل قال لك هنا تضيفه. يعني انت لو بصيت على تالت خطوة ولا تاني خطوة بيقول لك ضيف اللاين ده في الملف اللي احنا فتحناه اللي هو موجود في الدايركتوري بتاعت نيوك. ماشي، فبتاخده وبتحطه تحت خالص. الملف ده هو اللي بيخليه يقرا اسم البلاجن ويضيفه. بيضيفه منين بقى؟ بيضيفه من ملف تاني مهم، بس الملف ده موجود في السي يوزرز لينوفو دوت نيوك ماشي، او ايا كان قصدي اليوزر بتاعك، يعني تحت اليوزر بتاعك. انا عندي موجود هنا في اليوزر لينوفو دوت نيوك الفولدر، وهتلاقي اسمه منيو دوت بي واي. خد بالك ان الفايل بتاع menu.py ده ممكن يبقى متكرر منه كذا نسخة، مفيش مشكلة، هو البرنامج هو بيفتح بيعمل لود لكلهم، حتى لو انت حاطط شوية بلاجنز هنا وشوية هنا في الاخر هو هيقراهم كلهم. هتفتحه كده، وبرضه هتلاقيه موجود هنا في الملفات اللي نزلناها، راح تفتحه وتاخد الكلام من هنا اللي هو موجود في اللي انا عملت له داونلود، وبعد كده تروح تحطه في اخر الملف. طبعا انا عشان لسه مسطب نسخة نيوك دي فما عنديش بلاجنز، بس انا لو عندي بلاجنز وحاجات كتير هتلاقي كلها متضافة هنا تمام. فانت بتاخد التكست ده وبتحطه في الاخر، طبعا لو عندك حاجات تانية بتحطه في الاخر خالص
هو متضاف هنا، بس لو لاحظت هتلاقيني هنا بس انا مغير المنيو، يعني هي المنيو كان اسمها اكسترا، اللي هي المنيو اللي موجودة في البلاجن فوق هنا. كولكت سكريبت دي انا اللي مسميها بنفسي، ازاي تسميها بنفسك بدل اكسترا دي اللي هي اول حاجة قبل اسم البلاجن ممكن تغير. انا هتلاقيني فوق مغيرها كاتب كولكت سكريبت، وبمجرد ما بتسيب الفايل ده وتبدأ البرنامج تعمل ستارت للبرنامج، البلاجن هيظهر معاك تمام. انا طبعا مش محتاج اسيب، بس كده اتمنى يكون درس مفيد، واشوفكم ان شاء الله في درس تاني. السلام عليكم.